لم يعيقه فقدانه لأطرافه الأربعة. صفوان تلميذ التحق بمدرسته في الموصل، تحدى ظروفه الصحية ليفاجئ معلميه وأقرانه ببراعته في الكتابة من خلال فمه. إرادة هذا الصبي الموصلي لم تتوقف عند قدرته على الكتابة بفمه، بل بلغ إصراره مستوى التفوق حتى بات نموذجا يقتدي به زملاؤه. مراسل أخبار الآن وسام يوسف لديه تفاصيل. على الرغم من أنه قد فقد أطرافه الأربعة بسبب ظروف الحرب خلال العمليات العسكرية ضد الإرهاب، إلا أن هذا التلميذ لم يفقد فن التحكم بذاته، فأصر على التفوق بعد أن استعاد قدراته والتحق بمدرسته منارة الموصل، حيث المعلم هنا يتعامل مع نشاطه العلمي دون تمييزه عن أقرانه. استجابة دروس جيدة جدا، كقراءة المواضيع، كجلوس داخل الصف، أسلوب الكلام، ككتابة كان الطفل يعني ككتابة المواضيع يكتبها عن طريق فمه يعني الحمد لله جيد. ما أثار دهشة المعلمين أن صفوان الذي فقد أطرافه الأربعة دون أن يفقد الإصرار على الحياة يملك خطا جميلا في الكتابة برغم أنه يستعمل فمه للإمساك بالقلم بمساعدة زملائه. تلميذ جيد، مواظب على الدوام ومواظب، يعني ما يعوفنا يوم ما يجي ويدرس ويقرأ ويكتب، خطي بس يكتب بسمه، ما عنده يعني العوق ماله، يكتب بسمه. مع هذا ومع العوق ماله خطه جيد وكتابته مليحة. إصرار صفوان على التواجد بين أقرانه في المدرسة لاقى احترام ومحبة جميع زملائه ومعلميه، حيث يتسابقون على تقديم المساعدة له وتلبية احتياجاته كافة. نطلع له الكتب مرات من اللي يحتاجنا، ونطلع له ونساعده، ونفت له من يريد مكان يروح بيها نودينه عليه ونساعده بكل شيء. أنا وديه وفر الساحة بالهاي هاي بالممر بالفرصة. دون علم منه فإن الإرادة التي يتمتع بها صفوان لإكمال دراسته ومواظبته على أداء واجباته المدرسية جعلت منه قدوة لزملائه، ومثلت لهم دافعا للاجتهاد في هذه المدرسة التي تميزت بوجوده تلميذا فيها.